عم توزع اغراض اوبر ثاني. انا في عندي كمان، شو في عندي؟ في عندي بديل تبعت 10 دبابيب. لا مش حابب something else. بتحبيش دبابيب؟ حتخلي ابو اشرف؟ لا ابو اشرف جاي معايا نوي، هيقعد هنا معاكم على حد هيهتم فيه. نقطعه يا شو تفلك؟ ها؟ ترك لحالك انت، ممكن تحلقها؟ ترك لحالك، ممكن تحلقها تبعي؟ ممكن تحلقها مالتك خايسه ما بيها. كل عمرك عمرك شفتي ما كنت حلقه ما بتحلقش؟ لا ما كنت الحلقه بتاعتي ما كنت، بس تحلق له هو بس. بس اي حد تاني ما بتحلقهوش. بتحلق لا ما بتحلق ما بتحلق لهوش ازاي؟ ما اعرفش، انا احطها هنا ما بتشيلش حاجه، هو يحطها يروح. ايه ها 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 How to dye your hair purple. بالعربي اصبغ شعرك بنفسجي. اه فهمت انت. لا ما انت عندك خبره بالبنفسجي، ما بعرف ما فهمت عليها. ما تعرف لون purple؟ ما فهمت. لا ما بعرف الصراحه. I love the purple color. It'll be fun. تعال تقول شو حلمت وني اتذكر. الله يلعنك انت و... انت وصفاق. حلمان انا معاك وصفاق قاعدين نسبح، بس وين؟ بحر. زين شوف الحلم قاعد اكلمك. قاعد اكلمك البحر. ها فجأة صار في صواريخ من البحر هناك. انتوا يا خليتوني وانحشتوا. سبيحة لنا انحشتوا وتركضون. سبيحة شنو؟ احنا ما قاعدين مو بالبحر، احنا واقفين بقى. عرفت على هذا. وانت ونحشتوا وانا بروحي ويا صاروخ يمي وما يصير فيني شيء. تخلص الحلم. شنو الصواريخ هذه؟ كتب لك امر جديد. تعال بس وين ساكن فيه؟ كتب لك امر جديد. ما في نوع صواريخ مكتوب عليه شيء؟ بس كان شكل الصواريخ هاي. لو اكلت قد ايه؟ هالغد قد ما انا اكل بصفة قد ما هيك اكثر. لو قعدت تاكلي انا ما اكل. وانا اكل بصير بطني اعمل هيك تحت القميص يعني، عرفت؟ انا لسه جد بتعرف ما حدش يعني مش بتاكلي مش بتاكلي. واو عزوز رايح راد مبدل. ايش عندك؟ كثر كثر رايح راد تبدل. ايش موضوعك؟ بتنام لابس جنز؟ وصل المسج. لا راح يكتبون مسج. هذا مين المسج؟ وصل المسج. I try my best باللون الزهر هذا. أنا كتبت I love you. بنشوف شنو بيصير. I'm go upstairs please. مين؟ إبراهيم. آخ. Thank you. أنا ولا حد. الحلقة كم فيك؟ مش قوي هنا. أيوة وهنا ضربت من إيدك يعني من التاكسي اللي كان سوقي. You maybe don't know what happened. إيد واحدة كان قاعدة بالفي وإيد الثانية طلعت فيها برا. I don't know what happened. ما مد إيدك أنت راكب الطيارة كنت قاعدة عليها. نحن هوليوود بقى بيتجنن وصحيح. أنت بالطيارة كنت مد إيدك شيء برا؟ آه. ما شاء الله اشكالكم كثير يعني توحي انكم من هوليوود يعني. اكسكيوز مي. يس انا وميشيل. يس واي نوت. ما اول ما بيشوفوا انسان اديشن يعرفوا اذا انتم كل حد زيك. It was amazing. هاي بس هاي ضحكوا عليك بهاي. But it was so funny, it was amazing. And he takes his shirt off slowly and
طلبات ما تقولها غير هذا الشيء. بلا فيك تقعدي هون. ساعدنا انت فوق. شو فيك يا ولي؟ مجازي. مش رح تقدري. بجرب. انا لقطك لقطك. اوكي. انا مش هتقدري خلاص سري. طب هدي لي ايدك. اوكي مهديكي خلاص. مش هتلي ايدك. فيني انا طلعي فيني انا. اوكي روح. ما تضحكني بطل في امشي. فيني انا طلعي. ايه. وترجع تطلع. يا ده وديع فايل. طب يلا بدي اشوف. تركت نتعال. ارموش كثيفة ورائعة لأقصى حد. جديد مسكرة كولوسال فوليوم اكسبرس من ميبيلين نيويورك. الخبر الكبير الكولاجين. تركيبتنا الغنية بالكولاجين وفرشاية هائلة الحجم تعطي رموش كثيفة خيالية. وبلحظة. النتيجة 7 مرات حجم أكبر ورائع وبلمسة وحدة بس. جديد مسكرة كولوسال بقوة الكولاجين. المهمة ناجحة. دايما على طبيعتك. دايما ميبيلين. أنا بين إيديك محتاجة إيه؟ في حاجة أفضل من كده. وأنا عمري كنت أحلم في يوم أعيش حياة. لما أصحى من النوم نظافيك اليوم ما بنسيها شو ما صار. Fresh days fresh days. خليكي فريش مع فريش دايز. كل مرة ما طلعتني قعدت. طلعتي بس. ايه.
فيك تطلع تقعدي اذا وصلتي فيك تقعدي؟ ما بعرف منين شو بدنا نشوف. كيف يا حبيبي؟